والحمد لله رب العالمين. ففي الدرس الأول وتحت عنوان كبير تحدثنا ونتحدث عن التوبة في كتاب الله، ويتفرع هذا العنوان عن عناوين صغيرة. العنوان الأول توبة النبيين قد رأيناها، العنوان الثاني توبة الكافرين، واليوم سنتعرض إلى توبة غير النبيين ولا الكافرين في كتاب الله الكريم، توبة المنافقين وتوبة الذين كتموا الحق وتوبة أهل الكبائر وتوبة قتلة الأولياء. كل هذه الأصناف ذكرها المولى تعالى في كتابه الكبير، ثم فسح الأجل لجميع أصناف المجتمع ليتوبوا إلى الله تعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن توبة فئة من المجتمع، هي فئة المنافقين. فلما فسح الله تعالى الأبواب مشرعة في وجه الكافرين ليتوبوا، فقد شرع أيضا الأبواب للمنافقين ليتوبوا. والنفاق كفر، وإنما هو كفر مستور، فالكافر يجاهر بالكفر ويقول هو كافر ولا يستحي من ذلك، أما المنافق فهو كافر يظهر الإيمان ويخفي الكفر، وهو من أشد وأخطر فئات المجتمع، فهو معول لهدم المجتمع من الداخل. ولذلك فإن المنافق أشد على الإسلام من 70 كافرا، لأن المنافق عياذا بالله يصلي كما يصلي الناس، ويتبع عورات المسلمين، ويرصد تحركات المؤمنين، وربما استعمل المسجد مكانا يرصد فيه تحركات المسلمين، ويعطي أخبار المسلمين من المسجد لأعداء المسلمين. أفمسجد السساء بنيانه على تقوى من الله خير أما نسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اتخذوا المسجد درارا لتفريق المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تخيل معي، خطر المنافق يأتي لكي يشهد معك الصلاة ويبني معك المسجد، ولكن يراقب تحركاتك، يرصد تحركات المسلمين، يعتبر مرجعا ومصدرا لإخبار العدو عن تحركات المؤمنين. ولذلك فإن خطر النفاق على الأمة أشد خطرا على الكفر أو من الكفر على الأمة 1000 1000 1000 مرة. قال فرانكو حينما جاء إلى مدريد يريد أن يدخلها ومعه 3 فيالق، فقالوا له 3 فيالق من العسكر قوة لا ترهب، ستفتح إن شاء الله المدينة. قال إنني لا أعتمد على الفيالق 3 التي معي، إنما ستفتح مدريد بالفيلق 4، سماه الطابور أو الفيلق 5، الطابور 5، ومعه 4 فيالق. هؤلاء الفيالق الذين معه لا يعتمد عليهم كثيرا في استسلام المدينة، إنما ستستسلم المدينة لفرانكو عن طريق فيلق آخر، هو مجموعة من الجيش المخفي الذي يتسرب داخل المجتمع ويعطيه الأخبار ويمهد الطريق لهؤلاء الغزاة. إذن فجيش المنافقين من داخل مجتمع الأمة هو أخطر على مجتمع المسلمين من أي فريق آخر. ولذلك فإن الله لما حكم ووزع دركات العذاب جعل دركة المنافقين هي أسفل الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله، وما أكثر المنافقين. إيه، حينما يشرع الإنسان يقرأ سورة البقرة التي ذكر الله تعالى فيها جميع الأحكام التي تتعلق بناء مجتمع المسلمين ودولة المسلمين، لم يحذر في سورة البقرة من أعداء الله تعالى كما حذر من المنافقين.
حينما بدأ القرآن يتحدث عن أعداء الأمة التي يجب على الأمة أن تحذر منهم، قال لك احذر من الكافرين مرة واحذر من المنافقين ألف ألف مرة. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آية واحدة وبدأ على المنافقين. المنافقين قرأ مع رأسك البقرة كاملة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يتصدرون قافلة الإصلاح. نحن من يصلح؟ نحن نصلح هذه الأمة من منطلق مرجعية غير الإسلام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الصحابة، الناس اسمهم صحابة، اسمهم رب الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سموا الصحابة سفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شكون هم الشياطين تاعهم؟ شكون؟ اليهود. اليهود يوالون اليهود من دون المؤمنين. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم، فيحكي القرآن ويقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآيات، القرآن مليء بتحذير مجتمع الأمة من النفاق. الله، فلماذا تنسى الأمة هذا التحذير الرباني؟ لماذا؟ أولا، متى يظهر النفاق؟ وفي أي مجتمع يظهر النفاق؟ في أي مجتمع يظهر النفاق؟ في مجتمع مكة حينما كان المسلمون مستضعفين لم يكن هنالك نفاق، إما مؤمن حقا وإما كافر. على السيد غادي ينافق علاش؟ إما مؤمن فيتحمل تبعات إيمانه ويصبر، وإما كافر يقول أنا ضد هذه الفئة وأقاتلها إلى أن يحكم الله.
ولكن متى ظهر النفاق؟ فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة ولا في المدينة؟ واش في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، ومن زمن الدعوة إلى زمن الدولة بالمدينة، فأصبح للدولة أو للدعوة وللإسلام دولة تحميها، ما الذي وقع؟ إن حبيبنا صلوا عليه حينما هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن وطأ الله له المدينة ومهدها لاحتضان فكرة الإسلام، كان أهل المدينة مشغولين في صنع الخرز والتاج لتتويج عبد الله بن أبي بن سلول رئيسا على المدينة. لكن لما هاجر الحبيب صلوا على الحبيب وصار أهل المدينة الآن مؤمنين تابعين للحبيب صلى الله على الحبيب، انتقلت الريادة والرئاسة وتسيير السلطة تلقائيا من عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله. فقال أهل المدينة بعد أن آمنوا: إننا ارتضينا محمدا إماما لنا في الدين، أفلا نرتضيه إماما لنا في الدنيا؟ فانتقلت إذن الرياسة من رجل من أهل مدينة رسول الله، كان أهل المدينة مشغولين في تتويجه ملكا عليهم، وإذا بها تنتقل إلى هذا المهاجر، فامتلأ صدره غيظا ورأى أن محمدا قد سلبه ملكا، ولذلك أظهر الإيمان وكتم الكفر، وصار يعمل من داخل مدينة رسول الله من أجل الإطاحة بدولة الإسلام دون أن يشعر به أحد. إذن متى ظهر النفاق؟ ظهر حينما قويت شوكة الإسلام، حينما يقوى الإسلام ويقوى المسلمون، يصبح هنالك من يريد أن يأخذ العصا من الوسط، فيبقى ولاؤه للكافرين ثم يظهر الإسلام ليستفيد مما يعطيه الإسلام لمن أعلن الإسلام، فيربح مرتين، كما يظن هو يربح حينما يظهر الإسلام بما يتيحه الإسلام لمن أظهر الإسلام في البلد، فيستفيد من مسألة أن دمه معصوم وماله معصوم، لا يتجسس عليه، لا تتتبع عورته، الله تعالى يحميه ويحمي ماله وعرضه. إذن كل هذه استفادة يستفيد منها، لكن قلبه بقي وبقي ولاؤه للكافرين. إذن فهو الآن يتتبع عورات المسلمين ويعطي الولاء للكافرين من دون المؤمنين. إذن فظهور النفاق علامة على صحة المجتمع. نقولوا من يقولوا راه كاين المنافقين، واسمو تقولوا؟ تقولوا هذه سنة الله في خلقه، زيد وهذه علامة على صحة المجتمع. فالمجتمع حينما تجد فيه المنافقين معناه هذا الناس اللي خافوا فأظهروا الإسلام وكتموا الكفر. علاش خافوا؟ لأن الإسلام موجود. لو كان ماشي موجود وكان المسلمين ضعاف لو أظهروا نفاقهم كفرهم يقول لك أنا كافر. إذن إذا قوي المجتمع الإسلامي أراد بعض هؤلاء من مرضى القلوب أن يستفيدوا مما يتيحه الإسلام لمن أظهر الإسلام، حتى تظل هنالك راية يرفعونها في وجه المسلمين ثم يخفون الدسائس التي يعملون من أجل تحقيقها في مجتمع المسلمين. وهذا وقع كثيرا، ولذلك حذر الله منهم كثيرا، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كثيرا، بل إن الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم يعني حدث أمر عجب. الله تبارك وتعالى يعطي لنبيه لائحة المنافقين، لائحة بأسماء المنافقين، يعني لائحة، فيأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ويعطي تلك اللائحة لأمين سره حذيفة بن اليمان، فيطلع النبي أمين سره حذيفة على لائحة المنافقين في مجتمع المسلمين. فلما علم عمر فاروق الإسلام
أن الله أطلع نبيه على لائحة المنافقين، وأن النبي أطلع أمين سره على لائحة المنافقين، ارتجف قلب عمر وخشي أن يكون ممن أدرج اسمهم في لائحة المنافقين. يا للعجب، ويأتي وقلبه يرتجف إلى سيدنا حذيفة فيقول: ناشدتك الله يا حذيفة، أتجد اسمي مدوناً في لائحة المنافقين التي أخبر الله بها نبيه؟ فيسكت أمين السر ولا يريد أن ينبز ببنت شفا حفاظاً على سر رسول الله، ثم يقول: ناشدتك الله، ناشدتك الله يا حذيفة، أيوجد اسمي مدوناً في لائحة المنافقين؟ فلما رأى حذيفة أن عمر لن يتزحزح من مكانه حتى يسمع جواباً شافياً، عرض وفي التعريض مندوحة عن الكذب، فقال: يا عمر، والله لا أبرئ بعدك أحدا. شو الجواب؟ شو ما قالوش راك في ما ولا ماشي في ما، ولكن يقول: والله لا أبرئ أحدا بعدك، أي أنا لا أبرئ أي إنسان. ولذلك يبقى المسلم دائما يخاف من النفاق. إذا كان عمر يخاف من النفاق، فإن من علامات الإيمان أن تخاف النفاق. قال أحد الصحابة: أدركت 70 من أصحاب رسول الله كلهم يخافون أن يقعوا في النفاق. بل الأكثر من ذلك، أن عمر بن عمر رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال: أريد أن أسألك عن أمر فافتني. قال: وما ذاك؟ قال: إننا ندخل على أهل السلطة، على الأمراء، فنتكلم في مجلسهم بما ليس هو الحقيقة وبما لا نتكلم به خارج قصورهم. قال له ابن عمر: وذاك هو النفاق. الله، ذو الوجهين، يتكلم مع هؤلاء ويأتيهم بوجه، وإذا غاب هذا الوجه ولقي وجها آخر، ولو كان هذا الوجه عدوا للوجه الآخر لقلب وجهه ثم خاطبه بوجه آخر. فمن كان له وجهان في الدنيا، استقبله في النار لسانان من نار. من كان له وجه، أنا شو تكون جالس مع السيد يبقى يتكلم لك: أسيدي تبارك الله عليك، ورحنا نحبك ونبغيك، انت تخرج يدخل الاخر، شو هذا المجرم هذا اللي كان عندي، يا لطيف، يا اعوذ بالله. تعرفوا هذا الشيء وشحال عندنا في المغرب؟ وربي ربي 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 في الادارات، في الادارات. تعرفوا رحنا عايشين في هذا الشيء من الصباح غير العشيه، كيبقى يهضر معه: انا حاضر حاضر. مئات المرات اقول: يا رب، كيف النجاة في هذا الزمان؟ كيف النجاة؟ الإنسان عياذا بالله يضمر عكس ما يخفي. سريرة في واد وعلانية في واد. أنت تخادع الله؟ تستطيع أن تخادعني يا عبد الله؟ أما الله كيف تخادعه؟ سبحانك ربي سبحانه، هو راه يهضر مع هذا، أسيدي أنتوما وأنتوما وأنتوما، هو يمشي ويولي يدور عليه وأنت حاضر، فلا يستحي. وإذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم ولم يسمع لك، ونصبك العداء، ناصبك العداء، ما يقبل لا نصيحة لا والو. المنافق لا يقبل النصيحة. كان هذا عبد الله بن أبي بن سلول يسمي سيد النبي، كيسميه 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 ابن أبي كبشة. واحد القيس كان فايت عليهم سيد النبي على الحمارة وكانت تدير العجاج، قال له: ابتعد عنا يا ابن أبي كبشة، فقد آذيتنا بغبار. شو المصيبة؟ فقال، قام الأنصار وقالوا: ويحك، بل نريدك أن تغشانا في مجالسنا يا رسول الله، لا تسمع لهذا المنافق، لا تسمع لهذا المنافق. ولذلك عياذا بالله، أصحاب الوجوه الكثيرة بدل الوجهين كانوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم زوج وجوه. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا قالوا إن معكم، كان عندهم زوج وجوه. أرواحنا مع الفساق فاسق، مع المجرمين مجرم، مع المؤمنين مؤمن، مع الجمعة الصلاة العباية بيضاء، والبلغة دخل فيها غير الصباع ويتخطاك الصف وبيجيلك الأول. إوا كيدير لها، إوا كيدير لها. قالنا واحد سي، قالنا: عجبا لأمر المغاربة، فإن المشارقة إما مسلم مؤمن وإما فاسق. أما حناش يقول لك
احنا المغاربه يقول لك اسيدي شوف هجم حال كانتينا تشوف هو اش يدير. الشتاء تسيبو يزحمك في الجامع لان البروده، الصيف ابن عمي ما تصيبش بلاصتك في, 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 في السعوديه. العجب احنا عندنا العجب، احنا عندنا القضيه في الوسط ما بيناش فلو. تعرفوا شنو هي فلو؟ فلو المغاربه فلو. العجب هادو كلامه من مؤمن ولا فاسق احنا واسمو احنا تصيبوا في الجامع ولا عشيه تصيبوا في الكانتينا. تصيبوا اليوم في الجامع وغدا فين؟ راه يتفرج في الراي دا الحاجه وكل شيء، يتفرج الشابه الزهوانيه واش كنشوف؟ يعني عندنا احنا الدعوه ما واضحاش، ما عندناش واضحه. ولذلك سيدي ربي كيقول لك اين موقفك؟ الى من تنحاز؟ الى هؤلاء ام الى هؤلاء؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين. ما عندوش موقف، لا الى هؤلاء ماشي مع المؤمنين ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. 100 وجه يجيو عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له سمعنا يا رسول الله واطعنا، زيد ويتسابقون الى مجلسه من يجلس امامه يبقى يشوف فيها كذا ابن سلول هاك. فاذا برزوا من عندك منين يخرجوا؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يا لطيف يا لطيف، يجيو عند النبي ويجلسوا معه ويقولوا له وعظنا، عظنا يا رسول الله علمنا. يبدون من الحرص على الدين الامر العجيب، يظل يستقصي على الدين، يستقصي على الدين، واش الفقيه يقول هذا الشيء؟ الفقيه واش يقول في هذا الشيء؟ هو يخرج من تما، هو والعياذ بالله يهلك الحرث والنسل ويفعل الاعاجيب في الامه ويهدم صرحها ويحارب قطعيات دينها، ولا هدرت معاه يقول انا مسلم لا اله الا الله، مش انت راك تحاربنا مرجعيه الاسلام؟ مش انت كتقول اعزلوا الدين عن الدوله؟ مش انت والعياذ بالله تريد ان تطلب من المغرب ان يعطي للشواذ حقهم في الاعتراف العلني؟ مش انت اللي كتقول انا مسلم وتحارب الامه وتمنع الامه من ان يكون لها الحق في ان تفتح بنوك اسلاميه؟ كيف تقول انا مسلم وانت تحاربها؟ فعمليا انت تقول مسلم، من الذي اتهمك انك قد خرجت من الاسلام؟ انت دائما ترفع هذه اللافته اللي فيه الفز يقفز، كانك تعبر فعلا عما فيك. انا مسلم انا مسلم، ياك سيدي قال لك شي واحد انت ماشي مسلم؟ لكن انت تستشعر انك لست مسلما فعلا، لانك في الفعل وفي الحقيقه انت تحارب الاسلام، لكن تريد ان ترفع اليافطه حتى تدفع عنك التهمه بانك تحارب الاسلام من خارج الاسلام. انا مسلم ويهمني الاسلام وانا الان اريد مصلحه الاسلام. وصدق الله. واذا نقول قالوا نحن مصلحون، نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أروي لكم إن شاء الله وأرد أذهانكم إلى تلك الفترة الذهبية المباركة، فترة خيرة الأجيال. اسمحوا لنا الناس اللي ما راهمش يسمعوا أو اللي رحنا نأذيهم بهذا الصوت، لأن واحد العدد نتاع الناس واحد العدد تاع الناس اللي شكاو لنا البارح كيقول لك واحد الشيء، قال لك ما سمعناش، واحد يقول لك راه تأذوا هذو اللي داخل، هذا الشيء خارج على النطاق نتاعنا، هذا الشيء ماشي احنا مكلفين به، احنا كنجتهدوا قدر الامكان ان يكون كل شيء متقنا، فان الله يحب الاحسان في كل شيء، ولكن اذا حدث ما لم يكن في الحسبان فنستسمحكم ان شاء الله تعالى. اذا اعذرونا. نعود ان شاء الله تبارك وتعالى الى زمن رسول الله، الى زمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نرجع إن شاء الله تعالى إلى العصر الذهبي لخيرة الأجيال، جيل القرآن، جيل صحابة رسول الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها، ابتلي في عرضه، سبوه، شتموه، ضربوا وجهه الشريف ودموا وجهه، فعلوا معه الأعاجيب. لكن الحق أنه ما ابتلي ببلاء أشد من ابتلاء الله له بالمنافقين. والله حينما تقرأ سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب، لن تجد بلاء يبتلي الله به عباده الدعاة إلى الله كما يبتلي الله تعالى الدعاة بمن يصلي معك. المنافقين، شكون يخبر عليك؟ شكون يشوه صورتك؟ شكون يخرجك من الجامعة؟ شكون يريض؟ من الذي يطفئ نور الله؟ هذاك السيد ما عندوش عليك الخبر، ميريكان ما عندهاش عليك الخبر، اليهود ما عندهاش عليك الخبر. من الذي ينقل خبرك من المسجد ويشوه صورتك؟ من الذي يتبع عورتك؟ من الذي يريد أن يفضحك؟ من الذي يريد أن يكمم لسانك؟ من الذي يريد أن يكتم الأنفاس في صدرك؟ من الذي يجعلك عياذا بالله تتحرز من كل كلمة تقولها، حتى وأنت في المسجد بين المسلمين تضرب أخماس في أسداس حتى لا تقول كلمة يمكن أن تؤول تأويل عجيب ممن يحضر معك من المسلمين؟ والله هذا أمر عجب عجب. حينما تقرأ سيرة النبي وتعيش بعض الظروف المماثلة، تجد فعلا أن النبي ما ابتلي ببلاء أشد من ابتلاء الله له تعالى بالمنافقين. نعم، المنافقين جعلهم الله سنة من سنة التغيير حتى يحذر المؤمنون، خذوا حذركم، حتى يحذروا، حتى لا يثق في كل واحد. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فالمؤمن ينبغي أن يكون على حذر، فالمؤمن ينبغي أن يعامل الناس وفق سنن، وفق قوانين، وفق شرائع. حتى إذا أعطيت الكريدي قال لك ربي كتبه، وخا مؤمن، أعطيني الشاك، لا لا ربي معنا، أرى الشاك، كتب وشهد، أودي أنا مسلم، أرى لي، ما بقى هذرك، ما بقى والو. غادي المجتمع كله والعياذ بالله يفقد الثقة في بعضه البعض. ولذلك فالله تعالى حينما ابتلى النبي بالمنافقين، رأينا أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج إلى اليهود ليجيش الجيوش ويحزب الأحزاب ليهجم على مدينة رسول الله فيستأصل شأفة الإسلام ويسقط دولة الإسلام في معركة تسمى معركة الأحزاب الخندق. شكون اللي جيش الجيوش؟ من الذي حزب الأحزاب؟ إنهم المنافقون. إنه عبد الله بن أبي بن سلول الذي يرى أن النبي قد اغتصب منه الرياسة. واخا هذي ما يهمش، هذا باغي الرياسة، ياك معليش يمشي يجيب جيوش ويحارب النبي معليش، ولكن أن يتجرأ المجرم فيرمي أمنا عائشة بالزنا، الله، والله ليس هنالك بلاء ابتلي به النبي أشد من رمي أمنا عائشة بالإفك. فانتظر النبي عليه الصلاة والثلاثين يوما وهو يحمل ما تنوء عن حمله الجبال مما يسمع من وشوشات كلام الناس في المجالس وفي السر والعلن، أن ثمة عياذا بالله من اقترف جريمة الزنا مع أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. كان عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، لما تؤذونني في أهلي؟ والله ما علمت عنهم إلا خيرا. ثم يقول: إنكم تؤذوني في صاحبي، يسمى صفوان بن المعطل رضي الله عنه، تؤذونني في صاحبي ووالله ما علمت عليه إلا خيرا، يدخل علي بغير استئذان، أتؤذونني في أهلي وتؤذونني في صاحبي؟ لماذا؟ فترتفع أصوات الصحابة فيقول: سيدنا أسيد بن حضير، يا رسول الله، هذا الذي يؤذيك في أهلك لو كان منا نحن معاشر الأوس فمرنا نضرب رأسه. فقال له سيدنا سعد بن عبادة: إنك إنما تريد أن تشعل فتنة، لأنك تعرف أن الذي قالها من الخزرج.
فارتفعت الأصوات فقال سعد بن معاذ: اتق الله، إنك منافق تجادل عن المنافق. فارتفعت الأصوات والنبي على المنبر، فتنة كادت أن تشق صفوف أمة محمد لما رميت عائشة، فقال النبي وهو يخفض ويرفع: اسكتوا اسكتوا، اتقوا الله. ثم نزل على المنبر ودخل إلى بيته مغضبا. أية فتنة تلك التي يحدثها المنافقون، يريدون والعياذ بالله شق شرخ الصف الإسلامي، يعني يتجرؤون على أمنا عائشة ولا زالوا يتحدثون عنها اليوم. الأبالسة شياطين الإنس، ياسر الحبيب الملعون، هذا الملعون، هذا الملعون الذي يردد هذا الكلام بعد 15 قرنا، وبعد أن أنزل الله تعالى براءتها من فوق 7 سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول، الذي قال في غزوة بني المصطلق حينما ازدحم الناس يشربون من ماء بني المصطلق، فجاء جهجاه بن عمرو الغفاري وهو حليف للمهاجرين، وسنان بن وبر الجهني وهو من الأنصار، فتزاحم على الماء فصرخ: هذا يا معشر المهاجرين. وصرخ سنان: يا معشر الأنصار. فكاد المسلمون أن يصطدموا، فقال عدو الله عبد الله رأس النفاق. آويناهم وأطعمناهم، آويناهم في المدينة وأطعمناهم واقتسمنا معهم القوت، وجاءوا لكي يزاحموننا ويفعلوا ما يفعلون. والله ما مثلنا ومثلهم كمن قيل: سم من كلبك، سم من كلبك يأكلك. سم الصحابة الخرين والعياذ بالله. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل. فسمع عبد الله بن زيد وكان صغيرا هذا الكلام، فأخبر به النبي، فلا زال الصحابة يريدون أن يدفعوا هذا، حتى أنزل الله تصديق الغلام من فوق 7 سماوات. وهنالك جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه كان رجلا صالحا، فقال: يا رسول الله، علمت ماذا قال والدي، وإنني جئتك حتى إذا قررت قتل أبتي فلا تأمر أحدا من أصحابك ليقتلوه، ولكن مرني أنا آتيك برأسه، لأنني أخشى لو أمرت أحدا من الصحابة بقتله ألا أصبر على رؤية قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتص منه فأقتل مسلما بكافر. فدعا له بخير. قالوا: لا، بل نترفق به، بل نترفق بهذه المنافقين، نصبروا على جرتهم، نصبروا على هالمصيبة، اللي همهم هما غير يتبعوا العوارض نتاع الدعاة ويشوهوا الدعاة ويكتبوا على الفقهاء في الجرائد، دائما فقيه كذا، شافوا غير الجرائم نتاع الفقهاء ونتاع الجوامع، يكتبوا قالوا الجوامع كثروا، يكتبوا والعياذ بالله. لا يحزنهم إلا رؤية الإسلام ينتشر، لا يحزنهم إلا رؤية الشباب يملؤون المساجد في رمضان، لا يحزنهم إلا رؤية الأئمة يترنمون بالقرآن فتجتمع الناس عليهم كالأقمار. إنهم لا يحزنهم ولا يضيق صدرهم إلا برؤية شعاع هذا الدين يدخل إلى كل بيت. إنهم يضيقون حينما يرون الخير ينتشر، إنما يفرحون إذا نزلت الأمة إلى دركات الفتن عياذا بالله. فالتانين فالتانين. فاستبق الطريق ووقف عبد الله ابنه هنالك في سكة المدينة المؤدية إلى المدينة، وجاء عبد الله أبوه فوقف له عبد الله في الطريق وقال: يا عدو الله، لقد قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل، والله إنك الذليل، وإن رسول الله العزيز، ووالله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك سيد بني آدم رسول الله العزيز العزيز. قال له: أنت ولدي ودير لي هكذا، فلسك محمد ياك. أستنى لأمك، أجلس تما ولا ما راك دخلها. فلما جاء الحبيب ودخل، صلوا على الحبيب،
قال إذن له بأن يدخل. جحش اللي ده. والله أسدي سيدي وحبيبي رسول الله، والله يا ابن عمي هذا النبي، هل حبيب هل الكريم هل سيدي هذا الخير هذا الرحمة المهدات، منين مات هذا المجرم؟ جاء عند ولده قال له يا رسول الله أبا مات. لو كان شي واحد كان شي يفرح يقول هذاك العفريت اللي أذاني في زوجتي، هذاك العفريت الذي أجج وجمع الأحزاب. واسمه قال له هو مات، واش نديروا له؟ قال له روح يا رسول الله أعطيني فش نكفنه، أعطيني البردة نتاعك وكفنه فيها. يا الله. فخلع النبي بردته وأرسلها مع ابنه ليكفن فيها. اسمعوا اللي عجب اسمعوا. فلما كفن قال له عبد الله يا رسول الله إننا نريد أن نتبرك بصلاتك عليه، فإني ألتمس منك أن تأتي لكي تصلي على أبي. فجاء النبي يصلي على من رمى أمنا عائشة وأشعل الفتن في الأمة. أية رحمة هاته، أية رحمة هاته، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المزداد. فيأتي لكي يصلي على جثمانه المسجى، فيقف على جثمانه، وإذا بعمر قال عجبت لجرأتي على رسول الله، فوقفت حائلا بين الجنازة وبين رسول الله أقول أتصلي على رأس المنافقين يا رسول الله؟ أتصلي عليه؟ والنبي يبتسم فيقول لا، تنحى يا عمر، تنحى يا عمر، يا رسول الله أتصلي على رأس المنافقين؟ أنسيت ما فعل وما فعل؟ قال تنحى عمر، تنحى. فتقدم يصلي عليه، فصلى النبي على رأس المنافقين، ثم بعد ذلك يقول لعمر أنا أصلي عليه وأستغفر له، ووالله الذي لا إله غيره لو أعلم أن الله تعالى يغفر له بعد استغفاري بعد تمام 70 لفعلت، فإن الله خيرني وقال استغفر لهم أم لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو أعلم أن الله سيغفر لهم بعد استغفاري بعد 70 لفعلت، باش يغفر له الله، رب يذكر غير 70. لكن لما استغفر له فوق 70 نزل قول الله تعالى ينهاه بعد ذلك عن أن يستغفر للمنافقين إذا ماتوا على النفاق. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قضي الأمر. لا إله إلا الله. كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم نوضت مشيو تقاتلوا في غزوة تبوك، نوض المنافقين واسمه قال انت ما بغيش تمشي وجبان اسكت وروح للدار وما تمشيش. وما اسمه قالوا ما صاب النبي فوقاش يقولنا نوضوا تقاتلوا إلا في شدة الحر. قالوا لا تنفروا في الحر. يا ودي خلي اللي بغى يمشي قاتل يمشي، انت مالك؟ ما بغيتش رحت تنعس اخلا دار لالك. لا لا هما خصهم يثبطوه. وقالوا لا تنفروا في الحر. ربي جاوبهم قال لهم قل نار جهنم اشد حرا. ابنتي علاش ما تديرش الحجاب؟ الحمان قال لي الطبيب يطيح لك الشعر. الطبيب يطيحك في جهنم، الطبيب يطيحك في جهنم. هذا الطبيب اللي داير هكذا ماشي طبيب، هذا طليب ماشي طبيب. عمره كان الحجاب سيدي ربي يفرض عليك واحد الفرضه، الفريضه باش يمرضك ياك، ولا الشرع يمرضك ياك. سيدي النبي قال ان الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. سيدي ربي ما راش عارف ياك، زعما انت توري له ياك، تستدركوا على الله، انت تستدرك على سيدي ربي. سيدي ربي منين فرض الحجاب على المراه في الصيف وفي المشتى؟ زعما ما كاش يعرف ياك، واللي تعرف انت ياك تعرف، يا راك تعرف مصيبة.
لا تنفروا في الحر. ما تعرفوا اسمه واحد سيد اسمه قال لهم يقول نبتل بالحر. قال لهم النبي من أحب أن ينظر إلى شيطانا في صورة إنسان يمشي على الأرض فلينظر إلى نبتل بن الحر. هذا نبتل واسمه كان يقول. قال لهم النبي يلا نظر قتله في تبوك. الأخرين قالوا الحمان واسمه قال. قال له يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. علاش؟ قال له أنا رجل يحب النساء وخاصة النساء الشقراوات. شو يمشي للقتال السيوف وهو يفكر في المرأة يا الكذوب. حتى إذا ذهبت لمقاتلة الروم أخاف أن تصادف ويصادف بصري نساء شقراوات من أبناء الروم فأفتن. غادي تقاتل ولا غادي تمشي للسعيدية؟ قال له ربي ألا في الفتنة سقطوا. تعرفوا شي واحد اسمه يقول له المنافقين في التلفزيون ما تعرفوش؟ الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، وأنت إذا نظرت إلى المرأة هكذا العارية وفي قوامها فإنها تذكرك بجمال الله. أتعبد ربي. اقلب كل شيء اقلب. كما قال جمال البنا أخو حسن البنا، الله يرحمك يا حسن البنا، جمال البنا واش قال؟ ثلاث قبلات جائزة. ما نعرف شحال ما هي اللي حرام. حتى القبلة الخامسة. شو الدين اللي جا جديد؟ يا سبحانك يا ربي يا الكلام انت حد المنافقين وجوك في صورة الواعظين والمصلحين والمستدركين على الشرع وهم اللي يفهموا وهم اللي يحلوا وجيبك نعم التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي وجيب لك ميات تاع العلوم حتى تقول تبارك الله ويبقى يضرب لك اضرب 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 اضرب. شكون قال لكم انتم الحجاب يا سيدي؟ فرض الله. شكون الحجاب؟ هو فقط عادة من العادات التي كانت عند اليهود فأخذها العرب عن اليهود. الله أكبر. أنت يبقى على القرآن اللي راهي تقرأ قرأته الناس 15 قرن اليوم عاد ولات أنت تقولنا على الحجاب؟ الله 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 الله. تعرف واحد اسمه قال ولا ما تعرفش؟ ما زالهم يقولوا من قال لكم إن الخمر حرام؟ الله قال فاجتنبوه فقط. اليوم هذا راه يقول غير اجتنبوه. أشرب مع راسك. شكون قال لك أنت اجتنبوه؟ ما قالكش حرمت عليكم، اجتنبوه ولا يفتي. تعرفوا شكون هذا العالم ولا ما تعرفوش؟ الشاب خالد اللي جاي يدير الراي. عالم شاب خالد افتنى وقال لي ادى الفتوى نتاعو راه منشط ما غير ماشي حرام. انا مداها اداها على واحد المجموعه ديال المفتين. المنافقين يثيرون الشبه يفتنون المجتمع يشيعون الفواحش ثم يرصدون تحركات المسلمين ويعطونها لأعداء الله تعالى حتى يوفروا للأعداء المعلومة الغالية يؤدونها بغير ثمن لضرب الإسلام وهوية المسلمين. النفاق خطر. ولذلك الله تعالى يقول لهم بادروا إلى التوبة قبل أن يلعنكم الله ويلعنكم اللاعن أيها المنافقين. واحد يقول لي هو من الصباح وانت تدرنا على المنافقين في القرآن. قلنا واسمه هو النفاق الله يرحم مالك باش نعرفوا روحنا شكون احنا وحتى الى نتوبوا نعرفوا باش نتوبوا. انت تتكلمنا على توبة المنافقين وانت لم تقل لنا ما هو النفاق. اما النفاق بكل بساطة هو كفر في الباطن واعلان الاسلام في الظاهر. وعلاماته اربعة. علاماته اربعة لا ترى. وعلاماته العملية اربعة ترى. ومجموع العلامات ثمانية. ثمانية في الباطن لا يراها الناس وأخبر القرآن عنها، وثمانية على وأربعة على الجوارح يراها الناس ويحس بها الناس ويشعر بها الناس وبها يحكم الناس عليهم بالنفاق. فخذها يا أخي وافتح مسامع قلبك واحذر منها فإننا لا ندري أنلتقي بعد اليوم أم لا. الله. أما الأربعة التي في القلب فأصلها واحد. واسمه الواحد. واسمه الواحد. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. شكون هما؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا إله إلا الله. الله.
الله المنافق معك ويحب أعداء الله ويواليهم من دون المؤمنين ويعمل وفق أجندات الكفار وهم معك، يهدمون الدين وهم إخوانك يصلون معك. بشرهم بنار جهنم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ بغيتوا إن شاء الله العزة من عندهم؟ سليمان يسرين، سلمان رشدي، من اللي بغوا يسبوا الإسلام فين مشاو؟ استقبلهم كلينتون. إلا بغيت إن شاء الله تولي عندك العزة في الدنيا الثانية وتكون عندك العزة من هذا الكفار، أضرب الإسلام. كي تضرب الإسلام كل شيء الناس يستقبلوك، يستقبلوك ويفرحوا بيك. الله غير تكلمنا في الإسلام، الإسلام لا طايح، أضرب الإسلام ورق مخير. شوف، وهذا الأصل تتفرع عنه والعياذ بالله أربعة أمراض قلبية لا يراها الناس. الأولى واسمه هي؟ أقول لي الأولى اسمه يحب زيد، يحب انتصار الكفار على المؤمنين. ويا ابن عمي حب هو مال. أقول لك أنتم ما تقولوا فلسطين الله إلا اليهودي، لا مخيرين. الله كما قال واحد أنا فوجده قال له الله ينصر شاروه. أو ربي 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 ربي. أقول لك أنتم المسلمين، أنتم المسلمين والله لولاد سيدنا عيسى لا مخيرين. أنتم ما تقدرين ولاد سيدنا عيسى. ليه سيدنا عيسى عنده شي ولاد أخلى دار أمك ماشي مزوج؟ هو ما عنده ولاد. سيدنا عيسى ما خلى ولاده وولادنا كل شيء راهم تما، وغادي ان شاء الله يورثوا فرنسا واوروبا ان شاء الله. ما عندهم اولاد وحتى هما ما يولدوش. اللي يعجبوك في الولاده هما الواغش. الواغش الواغش المسلمين وليدي ما ينجوش ما ينجوش، اللهم ينجو ينجو. شو انت اذن يحبون ماذا؟ أن ينتصر الكفار على المسلمين. زين، ويكرهون أن ينتصر المسلمون. أوه يا لطيف 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 لطيف. حب وبغض. والثالثة والرابعة هي نفسها، بس مين هي؟ إسلام وكفر. يحبون أن ينتشر الفساد والفسوق والفجور. تعرفوا شحال من قناة في المغرب ديال العري؟ شحال من قناة في العالم العربي والإسلامي؟ شحال؟ شحال تاع الفلوس التي تنفق؟ أكثر ب 500 قناة نتاع الغناء والعري، وما فيهاش قناة واحدة يستثمروا فيها أصحاب الفلوس، الفلوس باش ينشروا الدعوة. كاين واحدة أربعة ولا خمسة، وكل واحدة عندها اتجاه. الناس عندها اتجاه، الله يستر المنار مشات لديك الجهة نتاع 12 الشيعة، وذيك الناس في شكل. إذن كل حاجة في شكل. يا رب يا رب يا رب. فهم يحبون أن يظهر الانحراف الفساد، ويكرهون واسمه أن ينتشر وتنتشر الفضيلة والأخلاق. الله، المنافق يحب انتصار الكفار ويحزن إذا انتصر المسلم، والعكس والعكس. المنافقون يحبون أن ينتشر الفساد ويعتبرون الفساد هو الصلاح. كل شيء عندهم مقلوب، لأن قلب المنافق منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويكره إذا انتشرت الفضيلة، إذا انتشرت الفضيلة. ولذلك هم يستميتون باش كل مهرجانات ويجيبوا لنا شاكيرا، وخا المغرب يظل يقول بغينا الخبز وكميرة ما بغينا الشاكيرا. شاكيرا عاطين لها 7 مليون للدقيقة، غي واقفة 7 عمرو شفت شي واحد يخلص 7 مليون للدقيقة؟ عاطين له 7 مليون وعلى عينك ابن عدي ونعام سيدي 7 مليون وموت انت. الله، شاب خالد جابوه العام اللي فات، كان جابوه بليموزين شحال تاع الفلوس. سقسيو اللي جابوه بشحال، وهذاك اللي لا هو ما عرف دلو اسمه ولا فدلو خدام ما عرف دلو المرحاض. مرحب خدام واحد رفض له غير المرحب 500,000 في الليله. والله لا خدمه مخيره. يا النفاق
ولو كان يقول له شي مسكين بغيت واحد الكنينه نتاع الصبر ولا دولي بران يقول له يا لطيف خنزتو الحاله يا لطيف. وانت جايب الشابه فلانه وتبقى تسرب ب 20,000 وخوك اللي ظل خدام 6 شهور عندك ما خلصتوش والله ما يسمح لك ربي ولا واخرك هنايا تنقولها لك. جبت انت يا العرفه وبقيت 20,000 الزرقاء ياك والسيد خدام في مسألة تاع الدين ويوذن ياك 6 شهور هو يوذن وما قدرش تعطي له 60,000 في الشهر 300 ولا 100,000. قال لك يا عباد الله منين بقيت نشوف الفلوس الزرقاء شتفها الفاجرات وانا خدام نوذن وخرجت بلا خلاص كي غادي يقول سيدي ربي والله ما نسمح له والله قال لك ما نسمح له حتى ندير له ها هو سيدي صلي معانا اللي راه صاري له هادشي. انت عاطي 4 ملايين مشتتها كيما يشتوا الناس الزرع الدجاج ها شكرا. والسيد مسكين 6 شهور مشى والو. اش غادي تقول لسيدي ربي بس اش غادي تقول سيدي هذه علامات باطنيه 4 باش نوضوا نصليو وما باش ما نبقاوش نزقيو على بعضنا بعض. المراه الحديث طويل. الحاله الاولى يحب انتصار الكفر ويحزن اذا انتصر الاسلام بس هي القلبيه. في المقابل يحب ان ينتشر الفساد ويحزن اذا انتصرت الفضيله. اما الاربعه اللي في العمل فاقولها واختم. قال رسول الله 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق كانت فيه خصلة حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وفي حديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كنت أتمنى أن أنتهي اليوم من توبة المنافقين في القرآن لكن يبدو أننا لن ننتهي من موضوع التوبة في شهر رمضان. ربما ما غاديش ننتهي حتى من العنوان الأول توبة في القرآن. فرا التوبة في السنة فرا إن شاء الله تعالى شروط التوبة النصوح فرا محفزة التوبة فرا أثر التوبة فرا معوقة التوبة مواضيع يا أخي. ونحن الآن مع الموضوع الأول ولذلك خصكم تصبروا معنا شوية الله يرحم والديكم. وصلى الله على الحبيب محمد. ان شاء الله تعالى عندي واحد الوريقه هنايا هالوريقه نتاع الخير في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. انهى احد المحسنين جزاه الله خيرا بناء مسجد بتجزئه الهناء بجانب المقاطعه الحضريه 6 المقاطعه الجديده قرب لافيراي. شتو لافيراي راه بنا واحد السيد تما واحد الجامع. ولذا نطلب من باقي المحسنين في هذا الشهر المبارك تزويد مسجدنا بالحاجيات التالية للقيام بصلاة التراويح والفراش ومكبر الصوت وكل المعدات الصوتية الباف ولومبلي والمنبر. نذكر بأن المسجد مثل مسجد التوابين في المساحة تقريبا والله لا يضيع أجر المحسنين. يخصم الفراش يخصم لومبلي يخصم كذا. ها انتم ما تسمعوا وهذا شهر رمضان. أروا الله من أنفسكم خيرا وتنافسوا في الخيرات فإنك إن فعلت ذلك فأي كلمة تقال للخير وأي آذان يرفع في هذه الآلات إلا ويكتب الله لك أجر ذلك ما حييت وبعد حياتك وبعد مماتك إلى أن تلقى الله تعالى بجبال من الحسنات يبيض لها وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلى الله على حبيبنا محمد وللحديث بقية إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. وصلى الله على حبيبنا محمد.